وتجمع عدد كبير من رجال الأعمال الصينيين المقيمين في مالي أمس الأحد بتقديم التبرعات المالية لقوات حفظ السلام الصينية التي تعرضت لهجوم إرهابي في غاو. التفاصيل في التقرير التالي. تعرضت قوات حفظ السلام الصينية في غاو لهجوم إرهابي يوم الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى مقتل جندي واحد وإصابة أربعة آخرين بجروح. وبعد انتشار الخبر، بادر الصينيون المقيمون في مالي للاتصال بضباط وجنود قوات حفظ السلام الصينية بمختلف الوسائل لمعرفة أحوالهم، كما قدموا مساعدات عينية للفريق الطبي الصيني المتخصص الذي وصل إلى العاصمة المالية باماكو يوم السبت الماضي، فضلا عن جمع مختلف الهدايا ونقلها إلى معسكر الأمم المتحدة في غاو. صدمنا عند تلقينا خبر وفاة الجندي الصيني لقوات حفظ السلام خلال الهجوم العسكري، وأنا مقيمة في مالي منذ 16 سنة، وأحب هذا البلد كثيرا، ونعلم جميعا أن البيئة المستقرة هي أكبر ضمان لنا، لذا تطوعنا بتبرعي، وأنا شخصيا على استعداد لتبرعي أكثر إذا لزم الأمر.